أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: وكيف تزكى الأراضي التي تباع بالتقسيط؟ هل تزكى حين انتهاء التقسيط أم متى؟ إذا باع أرضاً أو أي شيء أو سيارة أو أي شيء بقيمة مقسطة على أقساط، فكل ما تم الحول على العقد يزكي القيمة، يزكي القيمة التي باعها به ولو كانت على أقساط مؤجلة. كل ما يتم حول من وقت العقد، يبدأ الحول من العقد، فإذا تم 12 شهر على العقد يزكي ما قبضه من الأقساط وما كان في ذمة المدين، وإذا حال الحول الثاني كذلك يزكي ما قبضه وما بقي في ذمة المدين، وهكذا. نعم.